يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله. أبو سالم، أنا وأنت وجميع الناس لا شيء بدون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كنز عظيم، كلمة لها قدر عند الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. السماوات بأفلاكها، بالنجوم، بالكواكب، الأرض، بالجبال، بالأنهار، بالبحار، الملائكة، كل شيء، الإنس، الجن، خلقوا من أجل لا إله إلا الله. فانشروا لا إله إلا الله وعلموها أبنائكم وحافظوا عليها، حافظوا على هذا الكنز العظيم، وانشروا هذا الحديث حتى يكون شافع لنا يوم القيامة. أحلى كلمة بالوجود شري الله، قولها الحين الله، تطلع من الداخل صح، تطلع من قلبك الله، أحلى كلمة، أجمل كلمة، ما يرتاح القلب إلا بها، ما تطمئن النفس إلا بها، ما تنفر الشياطين إلا منها، ليس هناك كلمة أعظم منها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.